Audio Jungle. السلام عليكم. اليوم نحن موجودين في منطقة بيوكتشكمجة، منطقة اصطياف السلاطين العثمانية، منطقة أثرياء التركية، منطقة عبارة عن فيلل، كلها فيلل. مشروع ميسك جاردن، المشروع عبارة عن 11 فيلا، كل الفيلل طبعا فيها إطلالات بحرية، كل فيلا لها مسبح مفتوح خاص بجاكوزي، والمسبح فيه نظام تدفئة، يعني ممكن تقدر تستخدمه شتوي وصيفي. احنا الآن دخلنا على الجراوند فلور، الطابق الأرضي، عبارة عن صالة كبيرة تحتوي على ساونا، جيم وسينما وبار صغير، يعني ممكن لحفلات عائلية، وإطلالة خلابة ومفتوحة على مسبح الفيلا وعلى بحر مرمرة. غرفة سينما داخل الفيلا مجهزة ومكتملة بجميع الخدمات الرفاهية، والغرفة عازل للصوت، يعني قفلت الباب ودخلت ما في أي إزعاج. سيستم سمارت هوم، فيك تتحكم من هون كامل الفيلا، سواء الإضاءات، تدفئة مركزية، وفيك كمان تربط السمارت هوم بالموبايل تبعك وتتحكم بالفيلا فين ما كنت. احنا الآن في الطابق الأول، في الصالون في طابق الأول، وما في أي شيء يغطي على الإطلالة، ما شاء الله إطلالات كاملة، على إطلالات خلابة على بحر مرمرة. نحن الآن متواجدين في الطابق الثالث من الفيلا، موجودة 4 غرف نوم، غرفتين ماستر روم، يعني غرفتين للوالدين وغرفتين نوم للأطفال. طبعا كل غرفة فيها بلكون خاص. نهاية وصلنا لآخر طابق، الطابق الرابع. الطابق الرابع عبارة عن صالة كبيرة كويسة وغرفة صغيرة للخادمة أو السواق، مع مطبخ صغير، مع حمام، ومع تراس كبير وكبير جدا، إطلالة خلابة على البحر. واو ما شاء الله، إطلالات روعة، إطلالات خلابة. تراس كبير كبير جدا في الطابق الأخير والطابق الرابع، مع إطلالات بحر، إطلالات بحر مرمرة.